عاملين ايه؟ الفيديو ده انا هشرح فيه ايه هو الديف اوبس، والفيديوز اللي جايه هبدا اشرح كل تول من التولز اللي بنستخدمها في الديف اوبس. خلينا نبدا كده سريعا. ايه هو الديف اوبس؟ قبل ما نبدا في الديف اوبس، قبل كده كانت الناس بتعمل ايه قبل ما الديف اوبس يظهر؟ يعني معروف دايما ان في ديفلوبر تيم في اي شركه مثلا بتعمل ديفلوبمنت. تعال نقول ان دول الديفلوبرز، تمام، تيم، وشغالين على ابلكيشن. بعد ما بيخلصوا الابلكيشن كانوا بيروحوا يبعتوه للتيم بتاع الاوبريشن، تمام، اللي هو مسؤول عن السيرفرات في الشركه، تيم الاي تي يعني، تمام. وده هنا الاي تي، تمام. كان بياخد تيم الاوبريشن كان بياخد الابلكيشن ويروح ديبلوي الابلكيشن ده على السيرفر عندهم، فيحصل مشكله الابلكيشن ما يشتغلش، فيروحوا مرجعينه تاني للديفلوبرز. الديفلوبرز تقول يا جماعه احنا الكود بتاعنا تمام، شوفوا سيرفراتكم. الاوبريشن يشوفوا السيرفرات، يلاقوا السيرفرات تمام، فيقولوا لهم ان السيرفرات سليمه. ونفضل بقى في اللوب دي، بما ان لا الديفلوبر فاهم في شغل الاوبريشن ولا الاوبريشن فاهم في شغل ال development، تمام. من هنا طلع موضوع ال dev ops، ان يبقى في شخص فاهم في ال development وشخص يكون فاهم في ال operations. ومن هنا جه موضوع ال dev ops. ايه الفكرة بتاعت الموضوع ده؟ برضو انا دلوقتي عايز عندي application، وعايز لما اشغل application ده في اي environment، في اي على اي server او على اي مكان، اقدر run application ده من غير ما اكون مطلوب مني ان انا انزل حاجات عشان اقدر اشغله، مجرد ما احط الابليكيشن يشتغل. مثال بسيط كده، عندنا مثلا لو عندنا application، الابليكيشن ده مكون من PHP و MySQL. عشان اشغل الابليكيشن ده لوكالي بحتاج PHP و MySQL يكونوا نازلين عندي، واحتاج كمان اباتشي. اوكي، لازم انزل الحاجات دي عندي على الماشين اللي هنزل عليها الابليكيشن علشان الابليكيشن ده يشتغل. فانت لو عندك باك جراوند شويه في البروجرامينج لانجويج هتبقى عندك فكره، يعني انه لو انت في PHP هتبقى عارف ايه اللي المفروض ينزل، PHP بينزل ازاي، MySQL، اباتشي، الحاجات دي. لو مثلا ابلكيشن تاني، هنقول عندي هنا ابلكيشن تاني ده بايثون وجانجو ومثلا انجن اكس، تمام. فزي ما قلت، عشان انزل الابلكيشنز دي على الماشين محتاج اكون منزل الديبندنسز والريكويرمنتس بتاعتها اللي هم الحاجات دي. فال ديف اوبس هو اللي بيكريت الانفايرمنت، طبعا باستخدام تولز كتيره، هو بيكريت الانفايرمنت عشان خاطر الابلكيشن ده يشتغل، تمام. دي اول حاجه، ان انا محتاج الانفايرمنت. وتاني حاجه، ان الكود ده يمر بتست ستيج عشان اتاكد ان الكود تمام قبل ما يروح يتعمل له ديبلوي، وبعدين يروح يديبلوي على السيرفر. وعشان المرحله دي كلها تمر تبقى اوتوميتد، يعني ما بقاش مضطر ان انا كل مره اعمل الخطوات دي، ففي بايب لاين انا بمشي فيه، وفي تولز كتيره بستخدمها عشان اقدر اجو ثرو كل
ستيج من دول من اول ما يكريت الانفايرمنت لحد ما يديبلوي على السيرفر. طيب ايه التولز اللي انت محتاجها عشان بس تقدر تشتغل في الديف اوبس او تقدر تعمل كل الستيجز دي؟ تمام، انا هكتب هنا التولز الاساسيه بس. تمام، وطبعا كل تول من التولز دي ليها الترناتيف تاني، مش انت مش مضطر تذاكر كل التولز او بالالترناتيف بتوعها، انت بس محتاج تبيك الحاجه المناسبه بالنسبه لك او حسب المكان اللي انت هتشتغل فيه. تمام، اول حاجه سكريبتنج لانجويج، مثلا ممكن نقول باش لو انت هتشتغل لينكس، او مثلا باور شيل لو انت شغال ويندوز. تاني تول هي الدوكر. تالت تول الانسبل. رابع جزء في كذا تول ممكن تستخدم التلاتة وممكن تستخدم اتنين بس منهم، يعني انت مش زي ما قلت مش مضطر تذاكر كل حاجة، بس التلاتة دول موجودين في كذا مكان، يعني كذا شركة ممكن تلاقيها شغالة بحاجتين من دول، يعني جينكنز و جيت هاب اكشن وجيت لاب سي اي سي دي. بعد كده كوبرنيتيز، وبعدين تيرافورم، واخر مرحلة هي الكلاود. الكلاود ممكن يبقى اكتر ثلاث حاجات موجودين هما مثلا AWS والجي سي بي اللي هو جوجل كلاود بلاتفورم، و مايكروسوفت ايجر. دي التولز اللي انت محتاجها. بروجرامينج لانجويجز زي ما قلت انت مش مطلوب منك انك تكون ديفلوبر، يعني لانك مش المفروض انك انت اللي بتعمل الابلكيشن، بتكريت الابلكيشن، انت مطلوب تكون فاهم بس بروجرامينج عشان تبقى عارف ايه الديبندنسيز والريكويرمنتس اللي البروجرامينج لانجويج دي محتاجاها عشان تقدر تشغلها. اكتر حاجتين شغالين في الليف اوبس هما البايثون والجولانج. ممكن تبيك اي حاجه منهم. طبعا في حاجات تانية كتير، بي اتش بي، جافا، حاجات تانية كتير، بس دول اكتر حاجات بتلاقيهم كومن في كل جوب ديسكريبشن، يعني او ريكويرمنت، جوب ريكويرمنت يعني. طبعا هبدا اشرح كل تول من دول في فيديو تاني، اوكي، وهسيب لكم في الريفرنس او الديسكريبشن تقدروا تذاكروا الحاجات دي منين عشان تخش ديب اكتر في التول دي وتستخدمها او تعمل بيها بروجكت بسيط. يعني لو عجبكم الفيديو ده بليز لايك سبسكرايب وشير، و لو حد عنده اي سؤال او عايز يعرف اي حاجة في الديف اوبس عموما او يبدأ ازاي يعمل ايه، stay tuned وخليكم متابعين اللي جاي ان شاء الله. باي باي.